عقدت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية جلسة تطرقت إلى موضوع تحسين الوضع المالي للأساتذة في الجامعة اللبنانية وضرورة تعديل رسوم التسجيل لتأمين مدخول سنوي لدعم الجامعة. تطرق رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران إلى ملف أموال البي سي آر. بي سي آر نحن بعدنا عم ندرس آلية الدعوة اللي بدها تصير، بس هالقد رح أقول، وبعدنا عم نخلص آخر جزء من المهمة من الشركات اللي موافقة تدفع بالفريش دولار، وبس نوصل نحصل شيء أنا رح أطلع أقول حصلت. وطبعا حق الجامعة أنا ما بتركه نهائيا. أنا اقتراحي نرفع الرسم رسم التسجيل إلى $100 على أنه يتخصص كله لأساتذة الجامعة، وبعتقد الطلاب ما بيقولوا لا. كان عندنا تجربة نعمل صندوق خاص للطلاب يلي ما بيقدر يدفع، كان عندنا تجربة بكلية الحقوق ساهمنا بتعليم مئات الطلاب. كهيئة تنفيذية نحن مصرين أنه حق الجامعة اللبنانية تاخده لآخر إرش بموضوع البي سي آر. هيدا حق، شو بيعطينا القضاء بدنا ناخده. في نهاية الجلسة تليت التوصيات التي توافقت عليها الرابطة.